Perfect. أعزائي المتابعين، أهلا بكم. اللي احنا اتفرجنا عليه دلوقتي ده الشاب الروسي أو الملياردير الروسي أنار مامادوف، واحد من مشاهير التيك توك واليوتيوب في روسيا وفي العالم كله. عنده أكتر من 6 مليون متابع على حسابه على يوتيوب، وأكتر منهم على حسابه على الإنستا، وزيهم على التيك توك. إيه حكاية أنار مامادوف ومين اللي بيتحداه على مستوى العالم؟ دي اللي هنعرفها بعد الفاصل. اهلا بيكم. زي ما احنا شايفين كده، شاب عنده 30 سنه بيرمي فلوس كتير قوي بالالاف، ممكن تبقى بالمليارات، من الشباك وبتنزل على راس الناس، وده سبب شهرته في روسيا. عمل اكتر من 50 فيديو بنفس الطريقه كده، وهو ماشي في الفيلا بتاعته وهو بيدوس على الفلوس، وهو بيستحمى وسط الفلوس وساعات بيولع فيها. اكتر مشهد عنده جاب مشاهدات وهو بيكسر عدد من نوع الايفون الحديث قدام الناس كلها. أنار مامادوف بيتحدى ناس كتير بثروته. أكتر حاجة بيحب يقولها على التيك توك أو الشعار بتاعه على التيك توك Born to make a history، هو ده الشعار اللي بيحب يقوله أنار مامادوف في كل فيديوهاته. أكتر واحد استفزه المشهد وحب يرد عليه هو خابي لام، الشاب الإيطالي اللي بيعمل فيديوهات على التيك توك واخد شهرة كبيرة جدا، لدرجة إن هو النهاردة عنده 10 مليون متابع على موقعه على اليوتيوب وزيهم على التيك توك. تعالوا نتفرج بيتحدوا بعض إزاي. المشهد اللي جاي ده خابي لام بيقول لأنار مامادوف ان هو بيطبع الورق اللي موجود عنده، حتى لو بيطبعه محتاج فلوس كتير عشان يطبع الكمية دي من الورق، يعني هو معاه فلوس عشان يطبع الفلوس. فتخيل. هنا بقى بيجي الرد من أنار مامادوف على خابي لام، وبيقول له ادي الفلوس، وبيروح يشتري بيها عربيه من نوع بورش، وطبعا معروف ان العربيه دي غاليه جدا، وبيتصور وهو جوه العربيه. المشهد ده بقى أنار مامادوف هو بيورينا الفرق بين 2018 و2021. 2018 هو كان تلاجته فاضية، في 2021 حتى التلاجة مليانة فلوس. لسه لغاية دلوقتي الصراع قائم ما بين أنار مامادوف الملياردير الروسي وبين خابي لام الشاب الإيطالي المشهور على مستوى العالم. هنتابع معاكم ونشوف الجديد. ما تنساش تعمل سبسكرايب وتتابع القناة عشان نعرف نجيب لك فيديوهات تعجبك كل مرة. وآخر دعوانا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.